الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رحلة الموت باسي ألم در سمان باسي مردنكين إنساني مسلمان لكاتي روح يشان أو لدواي مردني وهروها إنساني كافر بباور فاجر لدواي مردني لكاتي روح يشان حالي عن شونو لجياني برزخا كبيغمبر عليه الصلاة والسلام باسي كردوا وشن فائدي كتاي أو حديثش نص حديثك عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد براء كر عازب رضا ورحمته خويل به أفرمي لقلب يغنبر عليه الصلاة والسلام درشو من شوني جنازه كوتين او كسك وفاتي كدويك يبو لخلق انصار رزاي خوين لبي او كسانا كلشاري مدينه بن كبيغمبر عليه الصلاه والسلام هجرتي كر لمكه وتوب ومدينه خلق مدينه دالدي خلق مكه ياندا يارمتي يعني ياندا وكبراي كي شاك لقال يعني ان بون شنو مكان يان بو دابين كردبو أنصار أواني عن سرخس بويا نايون را الأنصار مهاجرينش أوان كوا لما كوا لقل في غنبرة عليه الصلاة والسلام هجرتي عن كذب وشاري مدينة جام كابراك وفاتي كردبو يكيبو لأنصاريك أفرميكاتي فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بناء المفعول مجزوم بلما ولما النافية شو مانا قبرسان لقل جنازك يا شو مان سيرك ان يشتان شان كساني خريق قبرك يعني يشتان اللحدك يا هل نكنيوا قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لحد اويا ك شالك هلك امرد بجواني هتاوك الشاني إنسان يك أوسع القبور في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي قبر فراوان بكن قبر قول بكن أولا السنة ثانية على أفرد با قول تربية وبيا وبا كور تربية اشتوانية أو قبر أبو أو درندق لا شكد نخوة. قال تعالى آية كا فرمي كاتي مرت فأقبر أبي بيخيت قبر بوي درندا لا شكد نخوا وبون نكيتو او تكريم وحرمته رزيكا بو انسان جا قبرك شن يقول بيو شن يقول بي او نباشا او قبرها لك ان ريت تاوكو شاني زلامي تاوكي سري زلامي يعني لبانو هتاوكو خوارو هتاوكو قاعكي خوارو ام جاك ان خوارو للاي راستو او عرز بن كنكن اوها يعني نك عذر حكي خوارو يتر قراغي بن كنكن شل بنجا سامتينك او نصالي كان يبن جورو او اكيد تجير عرض الرقك او يعني ام جاك بسر دم بسر دم تشاو او جنازه اخنا اويوا ام جا بشتي جنازه طبعا شو يعني او كاتب بخشت اي جرينو كواتا ناو الله ناو الله دكا ناو شالكا هروا ببوشي مني جنازه اكيد تجير عرض الرقك او لوتي ادا لو عرض الرق او جيرو ام جاك خولا خنا بان او جنازك كيف تبان عرض الرقك ام خولك بركن ولما يلحد قال: اللحد لنا لحد وإيميا صحابها مكاتي وفاتي انا كرت تيش وفات بكن وصيتي انا كرت اي فرمو لحدا بوبكن شكا في غنبر عليه الصلاه والسلام قبركي لحده لحد والشق لغيرنا من اهل الكتاب واوي شقك اي ساكي قبر ثاني خمان كهل يكن أنجا لنا وراسوا فرمي أو بو غير إيمي بو يهود نصارى بلام علماء مجال أن داو هر فرمي أنا درست
بو أهلي بو أمتي في غمبر عليه الصلاة والسلام هر درست أم قبر ثاني خو ما شر درست وتوهوا بلا وقو السنة أو لحد السنة أفرميت جنازة كمان برد قبر سان ولما يلحد يشتان اللحدة كتواو نبو خريق بو هليانكا كهليانكا في غمبر عليه الصلاة والسلام ولقى الصحابة شيان كرد دس يعكر بجغر أخواردنا ناو قبر سان دس يعكر بحكايات دس يعكر بكرين وفروشتين سيارات دس يعكر بناو بازار دس يعكر بشي دانشتن في غمبر عليه الصلاة والسلام روبا قبل دانشتو همو صحابة لدوري كوبون شوك براسي جي موعظية جي اوه انسان اتر اوه او پرتی تو اوه جنازه لگل تا ایبید اینه در جیر خاق اگر لوی دلد نرم نبی اتر دلد نرم نبی کسی لوی قاقای پیکنی نبی و دلی نرم نبی اتر اوه کبر علیه اربع تکبیرات شو ار تکبیری لسر بک براستی جاهی نواهای هر نا اتر دیار جنازه که حالا و دوره و بخوی وسا و خریق حکایت خویتی و خریق خویتی اوه نشانی دل رقیه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة برور القبلة في غمر عليه الصلاة والسلام دانشت هم الصحابة دانشتن شن كسانك إيش خريج قبرك شن كسانك كي يسناك الدوري قبرك بقرنو خول بك أنا بانصر وأما كوكي ترى شو أرتي أنت كس خريج قبرك أبي بس أسر قبر أبي هني آداب هي أبي مقيتي بل ششكس فيك وقساك وما كان قبر سان دوك سيك الزانا خارج قبرك وازل بين با قبرك هلكني دوري شول بكن صحابه افرميها مو من دانشتين وجلسنا حوله لدوري في غمصه وسلم دانشتين وكان على رؤوسنا الطير وك او وابك تير اهاد لبان سرمان انشتوا تير وازاني اما بردو يعني اشتا اما نبي دنو بيزولبون اهوا يعني اگر تير بها تا ابنشت ولا بان سريان وين زاني اما تاوير وشت دانش اما تاوير اهو بويقار وبادب لخبرسان نقل في غمر عليه الصلاه والسلام دانش وفي يده عود ينكت في الارض بارش دار بدس يبو في غمر صلى الله عليه وسلم ينكت يعني يضرب بارش دار بدس يبو اواي دال عرزك واواي للزويكا كدو فجعل ينظر الى السماء وينظر الى الارض فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض في غمر عليه الصلاة والسلام أو سيري آسمان يكدو سيري ذا كدو سيري زوية كدو بعد بدارك أو إليك وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاث مرات سيجار أو سيري آسمان يكد في غمر صلى الله عليه وسلم سيري أرزك يكدو صحابها ميدانش دو فروي فقالوا استعيذوا بالله من عذاب القبر فرموي بنا بقر نخواي قول لعذاب قبر الصحابة كان يفرموا استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر زيجا بياني فرموا ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر زيجا أي خواي فرورد قال من بنات في أقرم لعذاب قبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر هم الصحابة وتان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة إنسان إيمان دار كاتي بشتي كل دنيا وروي كل قيامة وأتأجل كي هاتوا برو مردن روي نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه لآسمان وشن ملائكة داء بزندم شاوي عن زور ستي ودرو شاوية كأن وجوههم الشمس وكأوا بدم شاوي عن وكو خور بدرو شيته ودم شاوي عن أولا نوراني وجوانا معهم كفن من أكفان الجنة أو ملائكانك داء بزن أو عبدك بشتي كدول الدنيا روي كدة قيامت واتلكاتي سلام مرق داء كفني عن بيه كفن كان يعني كيو هاورد للجنة وكفني عن بوشية كفني عن بور روحكية شون أو لا شيء كفن أكريو أشوريت وبوني لأدري أو الروحش كفن أكريو تابوتي بودي نوبونشي لأدري وحنوط من حنوط الجنة بوني بوتي لبوني جنته وكاتب اهنا حتى يجلس منه مد البصر دا انشن لديار او كسيك ولا كاتي سلام مرقاي حتى تشاو بركا ملائكه دانشي خاي قورا فرمي فاذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون
كاتي انسان لكاتي سر مرقايا اي ولا دوري دانش نو اي بينن بلام يمل ايوان يذكرين ليوا يما يعني ملائكه ونحن اقرب اليه منكم بلام ايوان نايان بينن ايوا اوان نابينن حتى تشاو بركا ملائكه دانش يا ربي خدايا لو عبدانا ما بك يا ارحم الراحمين تشاوري ملك الموت كان ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه ملك الموت ملائكيك تايبت برحششاني عبدوتا ديال ديار سري أم كسدانشي أم إنسان إيمان دارا في ألي أيتها النفس الطيبة أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان بنفسك علي إنسانك وسيرك وملك الموت بيني ملائكة كان بيني هم كس ملائكة كان بيني لكاتي سلامرجا ملك الموت بيري أي نفس باكك أي نفس بآرامك در شو در وبولاي لي بردوني خواي پروردگار وبولاي رزابوني خواي گورو مهربان الله لو كاتي أمت في بلين اتر تواو در شو در أي نفس باكك ايو نفسيك لدنيا ده خريكي طاعة عبادة خواهي قوربوي قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء القطرة يعني تخرج بسهولة درجة درو أو الروحة وكتون شربة آوي تابيكاتي آوكال خلفه بكي لاربكي تون بآساني آوكال شربك درجة آو بآساني وبهواشي أو روحة درجة جاكاتي الروح درسو برا كانم او باسي سرمر يقر في غمصا وسلم ام جاكا باسي روح كيشانو باسي دواي مردنا فإذا خرجت الروح تبعه البصر او روح زور بريزة براسي او روح شن يحرمتي بقري وريزي لي بقري كما هتا ما ولا لعبادتي خوايا صرفي بكيت شكو او روح اللي لا شدنا ما او لا شيتو برقي في انشاش سعادنا اقري وبوغنك خلق لدور الرأك بخوا او لاشا او بالا برزت او دم شاو جوانت او پنجو دم شاوت او بون الاخوتي ادي بخداي برغي 6 ساعات حو ساعات ناغلي بو خي بوغنك بهوي او روحه بري زوت او روحيه وكشون او لدم شرب درشي اوها او روحه لا شيء او انسان دي تذرو فياخذها ملك الموت روحك الرائك يا شيخ حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم كاتي روحك الرائك يا شيخ فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها كاتي روحك الرائك يا شيخ ملك الموت طبعا تشاو من تبعه البصر تشاو سيري روحك كدر شيء تشاو أبلغ بيو أكريتوا بوي السنة ألو كاتا تشاوي دا بخي ألو كاتا تشاوي دا نخي إتر لدواي مردن شا تشاوي كراوية بوي مردن إنساني مردو تشاوي كراوية بيت جواني وسهمي هي قال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود باسي أصحاب الكهف كأخوي جورا أفرمي واتزاني أوان سيركن خو شايفانش كرابو أصحابي كهف بلام وهم رقود وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت أنت أي محمد عليه الصلاة والسلام لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم خوفا رعبا شايان كرابو بلام اوان خوتو بون شايان كرابو افرمي اقتو بچيتا دياريان او هيئة تدبي بنا اي پیغمبر عليه الصلاة والسلام تشي رعبها في راتكت بوي لو كاتك الرعب در شوزو شاو قفات كي وام كاجي ربرا بيت اخوارو ام كاجي ربرا بو اخوارو سنة او كاتش دمي بقري ويا بي بس يا دمي متامو دي بقري هتاوكو دمشي بنو خيو دمي نكرا بيتو كاتي روحك دركن هاتش ملائكة هي اللي بين أرزو أو آسمانات ويبيني همين يجرك على سر الروحة هاتش ملائكة هي اللي آسمان همين يجرك على سري
وقاتي آسمان كاني بو أكريتو وكاتي قاتي آسمان كان أكريتو أو روحه بشيء تبان همو طبقيك لطبقات آسمان كبري ملائكة همو يدعاك خوايا بلاي إيمات يا بريبكي أو روحه بلاي إيمات يا بريبكي بلام كاتي الروح كأك يشي ملك الموت أو ملائكاني كدانشتن كفنكانيان في وبونيان في لبهشتا ورديانا لدسي أوي أسنن يخشى أفركان لدسي ملك الموت أسنن أي خننا أو كفنوك لجنتها ورديانا الروحك أي خننا أو تابوتوشتوى يدل على أن الروح يكفن ويحنط كالجسد وثمان شون جسد كفنكري وبونكري أو الروحش كفنكري وبوني اللي أدريو قال تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون كاتي ملائكة روحك لأسانيو أو ملائكة جيب جل لدسي أوي أسنن فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض كان بوني مسك لسر زوي شن يخوشا كاتي أو روح درتي أو روح أو نبون خوشا ودرتي قال فيصعدون بها أي بني آدم شيء كايتر بني آدم عزل عزلي أويتي على تعزكي لشو دابني تعزكي بو كيو برين بو فلانا مزقو تلفون كان ولا أو جيلاو بو فلانا مزقو جيلاو بو خاطر خواه شي بكين أولا سنة ثانية أولا دينا نية أو تعزية كأي استاكا هي تعزية تعزية دولة من أو تعزية داز بطالة أولا سنة لدينا نية بلام خلقي تريشيه كان عجلي اوانا شون لا شك بشورنا ولا كيو بشورنا و بو كام خبر سان بيبانو تشيب كانو دي وصيت بكن كيبتان شوريتوا او وصيت السنته وصيت بكن كيبتان شوريتوا خوشويستان دوستان كي با او بتان شوريتوا كعيبتان بپوشه قال هر كسي جنازه بشوري في پیغمبر فرمي عليه الصلاه والسلام عيبي او جنازه كتم بك اخوي گورو مهربان لچلي خوشبي لتشلي يعني لتشل كبيري خوش بي لتشل تاواني قوري خوش بي أو كسيك أو جنازة يا شوريتو برام عيبكي تشيل يبكى عيبكي دفنك بشاريتو قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب يقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا روح شبو أسمانه إيه مش خريكي شين خريكي جنازك أيضا بأسمان كانت يفرق أو الروحا بل يهجكم الله ملائكة يفرق ألين الله أمبونا خوشبوني كي أما كي أمبونا ألين أما فلاني كري فلانا بجوان ترين وخوش ترين شوا لدنيا حزبة شي كدو بچي ناوي باني بكن بونا وباني بكن حتى ينتهوا بها إلى سماء الدنيا حتى وكو أيجينا أسماني يكم أم أسماني كلمة نوديارة أو الرحاء شيء أبو أبي يا ربي خدايا لبر خاطر قولي وعظمة خد لم رحمان بك يا أرحم الراحمين رحك أجيت أبي فيستفتحون له فيفتح لهم أذن قافي قافي بهش قافي أسماني أم بوكريتو فيشيعونه بالتجديد فيشيعونه تكريما له وكو حرمة رزق بو أو جنازة هم ملائكة آسمان كون دواي بو شو يبن بو آسمان دوم أذن نقابي آسمان دوم يكن ودعاء خير كن وخوايا أم بو نخوش كيا آسمان دوم هم يكوي تدواي آسمان سيم شوارم بينجم حتى جيت آسمان حوتا هالشي ملائكة يكوي تدواي أو روح الله شم خوشا هم ملائكة كون دواي أو روح فيشيعونه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة حتى آسمان حوتم فيقول الله عز وجل آسمان حوتم أي بنا لا إخوائي قولا إخوائي قولا لا يبر روحك عليه كوات إخوائي قولا لآسمان حوتم لسروي آسمان حوتم اكتب كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون ناوي عبدك برسل لشيني كي لشين برزك بنسل لعليين فيكتب كتابه في عليين ثم يقال أم جابي فرمي بو الرحام أعيدوه إلى الأرض
بقر إنه أبو سر زوي أم روحا فإني وعدتهم إني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى خداي جورا أفرمي أم روحا بقر إنه خوار أبو سر زوي شو كم من الزوي خلق يعني مكردو وأيان قرن مو ناو زوي ولا ناو زويش دري أنا كمجاري كتري روحك هيواش هيواش هم ملائكة أكون دعاء إلى أسمان حوت موتين أخوار ويواش يواش حتى أو روح ديرنا أخوار وو قال فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده روحك أخرته ناو جسدك قال أمزاك إما لدفن توابين قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين كاتي خلقك تواوى بن لن يشتني أو جنازة أو إيمان دارا كاتي خلقك جيدي للجنازة جوي لدن تقين على كان بي أو كاتي كوا دائك يشنو أرون أو كاتر روحك تيرن وبريو فيأتيه ملكان شديدا الانتهار دو ملائكة دين دو ملائكة بقوتو ترى فينتهرانه ويجلسانه أخرن لو جنازية فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له كي ألين سيفر سيارو فرعك اللي بيتو أكاتشوار برسيا فيجلسانه داينشين الناو قبرك داينشين الناو قبرك بله أو حياتي برزخة أبي إيمان من فيها به كاتي داينشين برسياري ليكن من ربك خوات كيا كت برسو لدنيا دا فيقول ربي الله پروردگار الله خواهي منا اوم پرستوا خواهي که پروردمي کردوا الله يا فيقولان له وما دينك اي دين چيا فيقول ديني الاسلام اسلام دين برنامه من بو فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم اي او چيبو لنا ودا خواهي گورا ناردي ببيغمبر فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعي شوارن بيلن فيقولان له وما علمك توتشوزاني او رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول قرات كتاب الله قرانك يا اخوان خناوه فامنت به وصدقت ايمانا فيها اردو براسم زاني وهي اخر فتنه تعرض على المؤمن فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألو كات أخوائي قولوا مهربان ثباتت في أبخشي وجوابي أو برسيارانا أديتو أقر إنساني كي بباور به لدنيا دا أمل بركة هربلي الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي آية لناو خبركاتواني وجواب داتو بو حفظي لدنيا دا نخير أما عملكيتي أما كرد وكيتي بأندازي أو إكخواي پرستوا بأندازي أو إكشوني ديني إسلام كوتوا بأندازي أو إكشوني پیغمبر كوتوا عليه الصلاة والسلام خوشي ويستوا أو عملان جواب داتوا ألو كاتدا أو آخر فتنية كدي بسر إنساني إيمان دارا فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي منادي من السماء دنجي لأسمان ودي أن صدق عبدي خواهي قولنا ناوي برد بشي بعبدي أن صدق عبدي عبدكم راسي كرت يا راسي كرت كجوابي سؤال كان وايا يا هر لدنيا ده هر راسي كرت بوشوني أو أنا كوتوا بخصي خواهي قوري كردو خواهي قوري پرستو اسلام ديني بو شوني پیغمبر كوتو صلى الله عليه وسلم ان صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصري يعني اجعلوا له فراشا من فرش الجنة قبرك جيبو داخن جيغاي كيبو داخن لجيغاي بهشتو بوي بينن بوي داخن وجلو برقي بهشت بخنبري لبان لجير أو كفنوا
جلوبرجي بهشت كنبري وافتحوا له بابا الى الجنه وقابيك باب كانوا بو الجنه باب اخي سيربك افرمي لخوشي ولبون ولهواي بان جنه دي ابو اولى شيء قال وياتيه له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح كابرايك دي بولاي لدوي جواب دانا كوا كابراي دي بولاي دمشاوي زور جوانا جلو برقكي بري زور جوانا قلي بوني خوشا دي بولاي بيالي أبشر بالذي يسرك كابرا بيالي با إيمان دارك علي كابرا دمشاو جوانا كو جلو برق جوانا كو بون خوشا كبا كابرا علي أبشر بالذي يسرك مجدبي بوتو كتير بيت خوشا أو دي برقات إساكا أبشر برضوان من الله وجنة فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له أمر رجلك يا خدا وعدي في يداك إيمان دار لنا وقبر لباخك لباخ كان الجنات كلا نعيم مقيماتا هرل خوشياتا أما أو رجلك وعدت في يدرا فيقول له إيمان دارك علي إنسان مردوك بي علي وأنت فبشرك الله بخير توش خواهي قورو مهربان او نجواني و پاكي و بون خوشي خواه زياتر مجده خيرت بي بدا من انت تو كي فوجهك الوجه يجيء بالخير دمچاود زور دمچاود جوان و دروشاود خيري بي وتا او دمچاود فيقول كابرا بي ليت انا عملك الصالح من كردو صالح كتم من عمل صالح كتم فجزاك الله خيرا فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا والله تول طاعتي خوا زور بيش بركيتك زور عجلتك لطاعتي خوا بلام أوي معصيتي خوا بو ناشت دوريها خود قرانا كرد زور تاخير بو يبو معصيتي خوا معصيتي خوا ناكر من اوم ثم يفتح له باب من الجنه وباب من النار قابيك بوكريتو ولا جنتنا وجنته بيني قابيك شي بوكريتو ناو اغري جهنم بيني فيقال هذا منزلك لو عصيت الله اغري جهنم بيني اي عبد ايمان دارك اگر بخصي خوا نكر دايا او شو ندبو بلام أبدلك الله به هذا بلام خواهي قورو مهربان بوتي قوري بم قابيه تلي كقابي جنة فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل قيام الساعة كاتي سيناو جنتك شنازو نعمتك تايا شخوشيك تايا ألا يا ربي خوايا عجل بك إلى قيامتا ربي أقم الساعة خوايا قيامتا هل سيني بوتي كيما أرجع إلى أهلي ومالي فيقال له أسكن أسكن بوي بقما أو ناز نعمتك توب ومدانا وأي پروردگار بقما كسكار أهل أو خوشيا في أفرميت خواي قورو مهربان أسكن صبر تبيو آرام تبيو أو الشونتا جار لناز نعمتا ببلام أشي فيه أسكن صبر تبيو آرام تبي لسر خوبة بخود بخوا ألو نازو نعمتا بإنسان إيمان دار يا ربي خويا لبر خاسر قوري وعظمتي خوتنا وجوانا كانت خويا لو عبد مان بك يا رب العالمين جاء ما في غمر عليه الصلاة والسلام هر لقبر سانو يشتان خريكي ألها دار كنينن أم جاك أفرمي وإن الكافر يا وإن الفاجر هردك صحيحة إنساني كافر يا إنساني فاجر خليكي تاوانا بأشكرا إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة إنساني كافر وفاجر ومنافق كاتي بشتك على الدنيا وروكات قيامت برو مردن رولا كاتي سلامرقا لآسمان ملائكيكي زور بويداء بزي بلامتش ملائكيكي أوانا آية وكا وكاني تري دمشايوان سفيا آية وكا وكان يتري الرؤيان خوشا أما إن شاء الله تعالى ما قال درسي كترى إن شاء الله باسي بكينو فوائد لم حديث سدر بكين يا ربي خدايا
يا ربي خدايا برحمي خود رحمان لي بكي خدايا عبادته طاعت ما لي قبول بكي يا ربي خدايا زبان ما ثابت بكي لسر جوا بي ملائكة كان لنا وقبر يا ربي خدايا بزباني كيف صيح بلين الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي يا ربي خدايا مجدي خير ما في بدي يا ربي خدايا ملائكة دم شاوس في ما مدا بقري يا ربي خدايا بآساني الرحمن رابكيشن آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.